على اسراف الدولار وكما متبع في العالم كله وتراكم النقدي على الحكومه اتخاذ خطوات معالجه طبقات الهشه. الدينار يتهاوى امام الدولار والاسباب تضيع بين الماليه والبرلمان، فهل هي بدايه سياسه التجويع ومن المسؤول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأحبة في حلقة جديدة من حصادنا الرمضاني، واليوم نتناول موضوع في غاية الأهمية. يواجه العراقيون مرحلة جديدة ومهمة من الأزمات، الدينار بانهيار أمام الدولار، هذا الموضوع ينعكس على التضخم ارتفاعا وعلى الفقر اتساعا في بلد يعوم على النفط وسكانه يغوصون في المعاناة منذ سنة ونصف على التوالي. تحلق أسعار المواد الاستهلاكية والإنشائية في الأسواق، الواقع يزداد صعوبة وتعقيد، ما دفع خبراء اقتصاد للتحذير من انفلات المشكلات المعيشية وزاد من السخط الشعبي الذي يتراكم منذ السنوات. حلقتنا لهذا اليوم راح نتناول هذا الموضوع الحساس والمهم، ارتفاع الدولار بكل حيثياته، لكن بعد أن نشاهد التقرير اللي أعدوا أن الزملاء في غرفة الحصاد. لما تروح للكاسب والعامل بالشارع وتسأله على الدولار فراح يقول ويجاوبك ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار فاقم معاناة أبناء بلاد الرافدين ودفعهم للتقشف ولتسيير أمورهم، وهذا الأمر اجى بعد قرار البنك المركزي العراقي بكانون الأول من السنة الماضية رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرف، والهدف يقولون تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط ولليوم وصل إلى أعلى مستوياته. ومن المعروف أن الاقتصاد العراقي اقتصاد نفطي بحكم امتلاك كميات كبيرة من النفط، ويقوم العراق بإنتاج النفط وبيعه للعالم الخارجي مقابل الحصول على الدولار الأمريكي. هسه خليني نشرحها واحدة واحدة. بالنظر لاعتبار النفط ثروة عامة فكل واردات تعود امواله لوزارة المالية، وتقوم الاخير ببيع الدولار للبنك المركزي مقابل الحصول على الدينار العراقي من اجل حقنا بالاقتصاد عبر قناة الانفاق العام. لذلك فان ارتباط المالية العامة بالدولار النفطي جعله بموقف لا يحسد عليه، وذلك بحكم عدم استمرار تدفق الدولار النفطي باستقرار بحكم تذبذب أسعار النفط سابقا لأسباب عديدة بالفترات الماضية، قد تكون سياسية أو قد تكون مناخية أو قد تكون صحية كما في ظل انتشار جائحة كورونا بالسابق. خلاصة القول أن ارتفاع سعر الدولار نجم عن اعتماد العراق على النفط وانخفاض أسعاره سابقا، لكن اليوم النفط صار خير من الله، لكن حكومتنا الرشيدة بعده مصر على بقاء سعر الدولار، ما نعرف ليش، والله العالم. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذه الحلقة والجلسة الرمضانية من حصاد الأيام. باسمكم خلينا نرحب بضيوفي الأكارم، الأستاذ مصطفى سند النائب المستقل، حياك الله أستاذ مصطفى، رمضان كريم وصيام مقبول، والدكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي، حياك الله دكتور صفوان، أهلا وسهلا بحضرتك وصيام مقبول إن شاء الله. مشاهدي الأحبة، قبل أن أفتح محاور الحديث مع ضيوف الكرام لابد أن أطرح على حضراتكم استطلاعنا ونستطلع آراءكم حول هذا التساؤل، هل تعتقد أن ارتفاع الدولار مقابل الدينار منهج من مناهج الحكومة وسياستها وسياسة التجويع المفروضة على العراقيين؟ في قبل ختام الحلقة راح ناخذ إجاباتكم بنسبها المئوية بين النعم واللا. أما الآن فأفتح محاور الحديث مع ضيوفي الأكارم. سيادة النائب جد الترحاب بحضرتك، حياك الله. يعني ما أدري بين ليلة وضحاها صار ارتفاع بسعر الصرف، بالتالي من المسؤول ومن المستفيد ومن المتضرر؟ تحية طيبة إلى جميع مشاهدي قناة الأيام وإلى حضرتك والدكتور، وشكرا جزيلا لتحت هذه الفرصة. طبعا هو موضوع دولار موضوع يعني تقريبا أشبع نقاش في أكثر من حلقة في أكثر من قناة،
وماكو فد مثلا حدث جديد ممكن نضيفه غير التحليل، والتحليل هو دائما موضوع يعني بي أبديت اللي هو حسب الأحداث الأخيرة وحسب ارتفاع الأسعار وانخفاضها ومؤشرات السوق. عندنا هو تحديث سيادة النائب، بعدين مقاطعنا راح نأخذ استجواب وزير المالية وصار ما صار، وعندك ما شاء الله حصيلة كلش كبيرة إن شاء الله. هاي الجلسة تكون قلوب مفتوحة وتحكينا المشاهدين بعض ما يحدث خلف الكواليس. يعني هو يبدو أن بالسياسة أنه تحتاج إلى شخص مكروه، تحتاج يعني مو كل يصير خيره ظاهر، يعني هيك اللي يصير يعني دائما قالك الشخص هو يكون يتحمل المسؤولية وهو أصلا يعجب هذا الدور والآخرين يعجبهم أنه هذا الشخص يؤدي هذا الدور ويؤدي مهمة ممكن الآخرين يردوها، حتى من يعني اللي يجيب دور الوديع ودور المتعاطف مع الناس ممكن يحتاج إلى شخص ينفذ في مهمة مكروهة. يعني هذا اللي استشعرته أنه الجميع تقريبا راضي على ارتفاع الأسعار لكن بطرق مختلفة، ممكن بعضهم يعني يحاول انه ما نرجع الى خطوه الى الوراء في طريقه سعر الصرف، وهذا اللي صار جلسه الاستضافه لوزير الماليه. طيب اليوم لما ارتفعت اسعار الدولار ايضا كانت هنالك يعني هي طرحت كبديل او حلول مؤقته لتقشف لانقاذ خزينه الدوله العراقيه، بالتالي لما رجعت اسعار النفط بالارتفاع اراقب ويا دكتور صفوان دائما ما ينطي، يعني حتى بالسنتات اذا صار ارتفاع راسا ينشرها وينزلها، وحد اخر التحديث يمكن وصل 102 دولار، يعني كان 111 الصبح هسه 107. شوف اخر تحديثاتك يا دكتور صفوان، طيب هذه الوفره الماليه وين راح تروح استاذ مصطفى؟ الوفره الماليه هي اللي كانت سبب من اسباب تشريع قانون يعني وما تشرع بعد قانون الامن الغذائي طارئ، لانه حسب قانون الاداره الماليه انه احنا نقدر نصرف على حسب صرف السنه السابقه، فصرف السنه السابقه هو على برميل 45 دولار، احنا اذا تجاوزنا 71 دولار راح نحقق فائض، سعر التعادل عندنا بالعراق هو 71 دولار، كل دوله لها سعر تعادل، احنا بعد ال 71 دولار نحقق الفائض اللي بعد ما نحتاج به لا قروض ولا اي شيء، يعني مجرد ايرادات نفط تكفيك لنفقاتك اللي هي 1/12. فمنذ الأشهر الأولى لعام 2022 حققنا فائض بالشهر الأول مليار ومية وكسر، والشهر الثاني مليارين، والشهر الثالث 3 مليار وكسر، فوصلنا تقريبا إلى 7 مليار دولار فائض لأول 3 أشهر، يعني عادة 10 تريليون دينار عراقي. هاي 10 تريليون دينار عراقي كأنه موجود الأموال، وقانون إدارة المالية يتيحك الصرف على السابق، وأنت عندك يعني يتوقع إلى 25 أكثر من 25 تريليون راح يصير عندك فائض. فالحكومة الحالية يعني كأنه تتصرف هاي الأموال تحتاج إلى قانون، وهو مادة تشريع قانون الأمن الغذائي بعد ما صارت استضافة لوزير المالية والضغط، وكأنه ثمن لتغريدة السيد مقتدى بمحاسبة وبنك المركزي ووزارة المالية والمصرف الفلاني والمصرف الفلاني ومنع من السفر وزير المالية، وكنا نتوقع أنه راح يصير إقالة. يعني هاي الأجواء اللي كانت عندنا إحنا بانا، لكن فاجئنا لما صارت استضافة كانت الأجواء باردة يعني كأنها مرتبة مسبقا، فصار اتفاقنا مؤخرا يا وزير المالية عندنا خلال شهر عندنا قانون نستفيد من هذا الفائض اللي إجي من فرق السعر ومن سعر النفط للأمن الغذائي، إيه حتى ندعم الطبقات الهشة اللي هي ضررت بسبب سعر الصرف. هذا جزء أيضا عندك ملاحظات في سيادة النائب لربما أيضا بعض الإشكالات السلبية اللي راح ينتج لنا هذا القانون. وجدت الحب حضرتك دكتور صفوان لما سيد النائب يتحدث عن السياسة يرادها واحد مكروه، طيب الاقتصاد ولغة الأرقام ربما يعني بتعبير المكروه الاقتصاد ينكرها أكثر من السياسي في هذه حالة، لما نتحدث عن الجهات اللي تعتقدون أنها تقف وراء التلاعب بسعر الصرف، بالتالي تدعي كل الجهات بأنها همها وهدفها خدمة المواطن العراقي، حماية المواطن العراقي، وبالتالي أصبح هو الخاسر الأكبر والمتضرر الأكثر. طبعا بداية جدد ترحيب حضرتك وبالأستاذ الفاضل وبالجمهور العزيز في هذا الشهر الكريم. الحقيقة المشكلة تكمن في عدم تحديد قيمة عادلة للدينار العراقي، يعني الدينار العراقي ربط بالدولار الأمريكي ولم يربط بسلة عملات عالمية ولا بسعر برميل النفط، فعمليا السنوات التي سبقت جائحة كورونا
ارتفعت التكاليف الثابتة على الدينار العراقي، بمعنى أن الموازنة الجارية تحتاج إلى أكثر من 70% من حجم الإنفاق، وهي نفقات محكومة بقوانين، يعني لا تستطيع الحكومة تخفيضها أو زيادتها إلا بعد الرجوع إلى المشرع. هذا الارتفاع في التكاليف الثابتة نجم عنه أنه إيرادات النفط يعني مثل ما أشار السيد النائب أكثر من $70 لتغطية هذه النفقات، فما فوق $70 من الممكن أن تكون فسحة مالية للتفكير بمشاريع جديدة بفقرات جديدة. فالمشكلة هي في عدم تحديد قيمة الدينار العادل. الصراحة في بعض الأحيان تكون مزعجة، لكن الصراحة إذا كانت على أسس علمية لا بأس أن يكون يعني الجمهور على اطلاع بهذه الأسس العلمية. لكن نلاحظ بأن الحكومة خلال سنة 2020 استمرت بالإنفاق على الإنفاق الفعلي لسنة 19، والإنفاق الفعلي لسنة 19 كان بأسعار يعني سعر المعدل سعر برميل النفط خلال 19 كان بمعدل $66، في حين أنه في 2020 تدنى منذ بداية 2020 وثم جاءت الجائحة، واستمر الإنفاق بمعدل يعني عالي على اعتبار أنه يستند إلى قانون الإدارة المالية لسنة 2019. الحكومة واجهت عملية استمرار الإنفاق من خلال قانون الاقتراض الأول وقانون الاقتراض الثاني بمعدل 25 تريليون، طبعا سحبت بطريقة غير مباشرة من احتياطيات البنك المركزي، ثم لاحقا فكرت بتعديل سعر الصرف لأنها لا تستطيع أن تستديم عملية الإنفاق بالاعتماد على الاحتياطي. قد نشهد يعني النموذج اللبناني في العراق أو النموذج السوري أو النموذج التركي، فالتجأت إلى التفكير بتخفيض سعر الدينار العراقي بمعدل 23% دون المساس بالنفقات التشغيلية التي كان يمكن أن تقوم بتخفيضها، يعني وزعت الضرر على جميع الطبقات، وحاليا تحاول معالجة الطبقات الهشة. يعني تخفيض قيمة الدينار أدى إلى فقدان ذوي الدخل المحدود دخلهم بنسبة 23%، فحاليا البرلمان العراقي والحكومة تحاول امتصاص تأثير هذا التخفيض، زائدا أن الحرب الأوكرانية الروسية أيضا ساهمت في زيادة مستوى الأسعار العالمية، بمعنى أن ذوي الدخول المحدود تلقوا صدمتان، صدمة خارجية وصدمة داخلية. لحسن الحظ أن العراق يمتلك ثروة نفطية، يعني مقابل هذه الصدمات هناك زيادة في أسعار النفط، مما يؤدي إلى إمكانية مراجعة الصدمة الخارجية بدعم الحكومي. طالبنا من خلالكم في لقاءات سابقة أن يكون لدينا دولار ذكي يميز بين الانفاق التشغيلي والانفاق الاستثماري ولا نمس حياة الطبقات الهشة، لكن كان القرار الحكومي باتجاه توزيع الضرر على الجميع. لو كان لدينا مثلا دولار بسعر مدعوم لاستيراد الأسمدة، لاستيراد البذور، لاستيراد مفردات البطاقة التموينية، الأدوية، لما شاهدنا مثل هذه المشكلة. أقل نحمي المواطن. كان يفترض أن يكون لدينا مثل هذا، لا بس حاليا يعني البرلمان العراقي يحاول إضافة تخصيصات مالية من خلال القانون المقترح على بعض البنود من أجل امتصاص الصدمة الخارجية ومراجعة رواتب الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، شمول عدد إضافي، فهناك معالجات. لكن على المدى المتوسط والبعيد على الحكومة أن تقوم بعملية الإصلاح الاقتصادي، يعني النهوض بالقطاعات الاقتصادية الحقيقية من أجل أن يكون اقتصاد العراق اقتصاد متنوع، يعني يمتلك موقع جغرافي بفعل ميناء الفاو يفترض أن يكون هو نافذة لزيادة إيرادات العراق، نمتلك مدن صناعية حديثة يفترض أن تدعم من أجل أن نحاول جذب الاستثمارات، مدن زراعية تخصصية، يعني أن لا نزرع كل شيء. لغاية الآن العراق يحاول يعني تبني فكرة النظام السابق بالاكتفاء الذاتي، في حين أن القطاعات الاقتصادية التي نستطيع المنافسة بها هي قطاعات ذات تخصصات محددة. يعني لو استطعنا مثلا تحريك ملف الفوسفات لدعم الانتاج الزراعي، تحريك ملف الكبريت لزيادة الإيرادات غير النفطية، التخصص الدقيق للاقتصاد العراقي يساهم في تعظيم الإيرادات وبالتالي يعني إخراج العراق من
تذبذب أسعار النفط. طيب سيادة النائب، يعني الدكتور صفوان قصي أشار إلى نقاط جوهرية ومفصلية، ولكن نتساءل إذا ما رجعنا إلى وراء قبل الانتخابات، الكثير من الكتل السياسية المرشحة، النواب المستقلون كانت من ضمن أولوياتهم أو برامجهم الانتخابية بأنهم سيعملون على إعادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بالتالي لما يكون هنالك حراك داخل البرلمان ومساعي برلمانية إلى دعم الطبقات الهشة وغيره، فربما المواطن يتساءل هذا موضوع واجب برلماني، ليش تربط لي أنه خلص هذا الارتفاع وأنا هاي الفرد مالي رح أحول لك إياها إلى مشاريع أخرى؟ طيب ما يرجع سعر الدولار وتستمرون في هذه المشاريع؟ كلامك صحيح، لو كنا إحنا أصحاب اليوم القرار في مجلس النواب وفي السلطة التنفيذية كنا أصحاب القرار كمستقلين وكنواب بصورة عامة، كنواب كمستقلين ما أعرف شو سميهم اليوم، أكو تحالفات كبيرة اليوم هي تمسك البرلمان، تحالفات كبيرة اليوم يعني واضحة، يعني ما يحتاج اليوم ثلاث أشخاص ممكن يحققون الثلثين إلا عشرة، يعني هذه التحالفات الكبيرة تصرف لتشكيل الحكومة وتشكيل الكتلة الأكبر، هل هناك تمرير القرارات والتصويت على القوانين منين تحتاج الأغلبية منين تحصلها؟ احنا استضافة وزير المالية يعني كأنه صارت يعني كأنه تمثيلية، اعطيني يعني اسمح لي اقول بهالقصة، يعني مثلا جاب المستقلين خطية جايين جدد بعتهم حامين عتهم كذا مواطنين ضاغطين عليهم جايين من بيئة مو حزبية عتهم الحس الثوري كذا خلوهم يحجوز، بدينا كل من يلزم المايك احنا عندنا دقيقة ونص، انا التزمت الحمد لله الشكر بالدقيقة ونص، لكن اقول اسهبوا يعني في الخمس دقائق عشرة يسولف النائب ووزير المالية قاعد وطيف قاعدين ونفس الطيف وهيئة الرئاسة قاعدين بالخمس ساعات مداخلات تقريبا المستقلين تقريبا يعني انتهت الاستضافة، يعني هذا اللي يردوا وصلوا رسائلهم وجماهيرهم ربط عليهم جماهيرهم يحشون بلغة الشارع، لكن خلاص، لكن القرار قبل أن نقعد الجلسة كان القرار ماضي باتجاه انه لا إقالة لوزير المالية ولا تغيير سعر الصرف، هذا القرار محسوم قرار مسبق محسوم طبعا كان. طيب في حالة يعني نرجع أيضا للمواطن وهو ثيمة الرئيسية ونرجع أيضا حتى للبرلمانيين المستقلين، هل هذا الموضوع أنه يرضي طموحهم على اعتاب دورة برلمانية جديدة؟ لا ما يرضي، سأجاوبك إن شاء الله. أنا نسيت يعني كانت عندي مداخلة بعد انتهاء دكتور صفر، أنا سعيد أنه يعني ألقى فد فكر عند شخص متخصص هم مكروهين وايد أفكار أنا كنت طارحها وأتفق مع الدكتور فيها، اللي هي أنا سميتها الدينار الذكي، هو قال الدولار الذكي دكتور، يعني اللي هو اللي يفرق بين الاستيراد وبين المحلي، هذا ضروري موجود والحمد لله والشكر لقيت اليوم شخص يناغمني بهاي القصة. الاستيرادات احنا ما نقدر نكتفي ذاتيا بكل المواد، انت تدعم المنتج المحلي، هو المنتج المحلي متخصص حسب النظرية النسبية، يعني هنا اكو تخصصات 3-4-10 متخصص بها، كل دولة تتخصص، ماكو دولة اليوم تصنع كل شيء، حتى الصين ماكو دولة تصنع كل شيء، فما ما ما بما انه احنا ما نصنع كل شيء راح نستورد هواي مواد، وروح لوزارة التجارة نشوف الاستيرادات مالتنا، نشوف الجهات المتخصصة تشوف لنا شنو الاستيرادات مالتنا، نشوف هاي القائمة الليست مال التخصصات اللي تصرف اكبر كمية من الدولار تطلع، شنو اللي اقدر اصنع وشنو ما اقدر، ما اقدر اصنع انا ليش يصعد علي سعر الدولار؟ يعني هو المريض هسه يروح يشتري علاج ب 300,000 400,000، يعني هو شنو اكو امل احنا راح نصنع هاي العلاجات المتخصصة داخل العراق؟ هو مو مغذي وانا اقدر اصنع داخل، اكو علاجات خاصة مصنوعة بدولة دولتين، كذلك بعض الصناعات، فلذلك أشار إلى الدكتور إنه بعض الصناعات تخصصية أقدر أنميها، فيسفور الكبريت وغيرها، صحيح بعض الزراعات أقدر أشجعها يصير عندنا اكتفاء ذاتي ويصير عندنا أصلا تصدير بيها. فيما يخص إحنا شنو نسوي، إحنا وجدنا أمامنا إنه قانون الأمن الغذائي راح يشرع، سواء اعترضنا ما اعترضنا راح يشرع قانون الأمن الغذائي، الأغلبية واضحة بالنسبة له، الأغلبية واضحة، لكن إحنا شو نقدر نستفيد؟ احنا اقحمنا نفسنا بداخل الجانب باعتبار لجنة مالية اليوم موجود، احنا انا مو ابو لجنة مالية باعتبار ما صوتوا عليه ولكن اسمي مطروح، انا وغيري بدينا ندخل على اللجنة المالية ونحضر اجتماعاتها، اليوم حضرنا بوقت متأخر قبل الفطار طلعنا امس وكذلك وغيره، فبدينا نشجع بعض الامور اللي هي ممكن تساهم في ترميم بعض الضرر اللي صار، ما اقول تعالج 100%، يعني هو سعر الصرف من غيروه وشنو سووا؟ خذوا من المواطن، خلوه من المواطن، لأن هو سعر صرف مثل ما قال تقريركم بالبداية، وزارة المالية يجيها الدولار تبيع على البنك المركزي، كانت تبيع ب 1200 قامت تبيع ب 1450،
هنا بس العملية زادت قامت فيها لبل 450، يعني الإيرادات الزادت هي عبارة عن طبع إضافي جديد للبنك المركزي انطل وزارة المركز. لكن البنك المركزي من أخذ السعر العوضة عوضة لو طبع جديد لو من المواطن قام يبيع للمزاد العملة صعد السعر فبدأ يأخذ. فهي وزارة المالية من صاعدة إيرادها مو عملية إنتاجية اقتصادية، يبقى بس فرق سعر. لربما هاي المضاربة أضرت المواطن السعر. هي ضرت يعني وأنا جايك. يعني ضرر أصبح مركب. سعد أحمد أنا جايك وأنا جاي أكد ما تقوله حضرتك. أنا أقول هي وزارة المالية من صاعدة إيرادها ما صاعدتها بعملية اقتصادية ونقول والله إحنا نشجعها وكذا. هي عبارة عن قالت البنك المركزي يعطيني 1450 بدل 1200. بنك المركزي أعطيك مثال بشهر هذا الشهر الثالث. ايش قد مطلوب من عنده يدفع لوزارة المالية؟ مطلوب عنده 16 تريليون حتى يشتري ال 11 مليار دولار اللي توفرت له من النفط. فهو دام عنده 16 تريليون يطبع ما عنده مشكلة، يطبع يستخدم نقود ما مستخدمه ظل بخزانه كذا. فهو هاي العملية يعني كان بإمكان تغطيتها بأكثر من فكرة. عملية دعم وزارة المالية عن طريق البنك المركزي اللي لجأت لأغلب الدول العالم حتى في أمريكا عملية تسيير الادخار الاجباري وتخفيض الرواتب ما نجحت، بس لكنه هذا الامر من اصبح انه قيمه الرواتب قلت وبالتالي الاسعار بالسوق زادت، المواطن عانى الامرين، هسه احنا نضعف الطبقات وبعدين نسمي طبقات هشه ونجي ندعمها، يعني هذا ايوه هذا سؤالي لاصحاب اللي سووا المشكله، يعني مو الموضوع اصبح يمكن كبرلمانيين اليوم لما ثقه الجمهور يلا اعطيني ورقه وقلم اسوق لك على تخفيض سعر الصرف، وانا اصلا اذا اطرح هذا الموضوع او اذا اكتب بي او اذا كذا يصير موضوع شعبوي ما بي اي فكره، يقول لك انت لا ظل تكتب لي لا ظل تغرد لي روح سوي لي شيء صحيح، الشيء صحيح من دخلنا لقينا انفسنا اقليه. اكو مساعي برلمانيه بهذا الاتجاه؟ اكو مساعي، لكن اليوم انا اقول لك خسرنا جوله اللي هي كانت مؤمله باستضافه وزير مالي يصير فشي ما صار شيء. بعد ما تقدر تعيد الزخم من جديد وتنزل تغريده وتسوي كذا، هاي شلون تحصلها؟ الظروف شلون تحصلها؟ نفتح موضوع الاستضافه لوزير الماليه ولكن في لغه الارقام ضيوفنا الكرام ومشاهدينا الاحبه، خلينا نستمع لما عده لنا الزملاء في غرفه الحصاد والزميل غفران حسن راح تقدم لنا انفوجرافيك يوضح لنا بلغه الارقام بعض المفاصل عن هذا الموضوع ارتفاع سعر صرف الدولار. حياكم الله. شهد العراق منذ صيف 2020 أزمة مالية خانقة على أثر الإغلاق العالمي بسبب جائحة كورونا وبسبب أيضا انخفاض أسعار النفط عالميا وعدم إقرار موازنة العام المشار إليها. السلطات المالية تجاهلت معاناة عامة الشعب مؤكدة أن قرار تغيير سعر صرف الدولار سيعود بالفائدة الكبيرة على مستوى التنمية الاقتصادية ووقف نزيف العملة الأجنبية وأيضا تجاوز الأزمة المالية مع التسليم بأضرار وصفت هذه الطفيفة على الواقع المعيشي. وعلى أثر ذلك الارتفاع في سعر الصرف وإزادة نسبة التضخم كما تشير الإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء، فمسألة زيادة التضخم والشلل الذي أصاب السوق انعكس بشكل سلبي على الواقع المعيشي وأيضا تأثيره على شريحة الدخل المحدود، خاصة وأن الفائدة التي تتحدث عنها الحكومة من قرار سعر الصرف لم تحقق مفترياتها. وحتى مع الوفرة المالية الناتجة من ارتفاع أسعار النفط عالميا وتخطى سعر برميل النفط 100 دولار، لا تزال المشكلات المعيشية تقسو على الناس، فانخفضت معدلات القدرة الشرائية بشكل كبير مع الغلاء الاستثنائي الذي تجاوز ارتفاع الأسعار بنسبة 40%. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة وأجد ترحب بضيوفي الأكارم، وأبدأ مع حضرتك دكتور صفان. يعني باعتقادك هل تجد أن السياسة المالية والاقتصادية اللي متبع بالعراق هي وافية وكافية ملبية للطموح؟ شنو الجوانب اللي تنقصها اليوم؟ طبعا يعني تنقصها الحقيقة الكثير من الجوانب. العراق هو ثامن أو تاسع دولة من حيث الموارد على مستوى الكرة الأرضية، لكن ترتيبه لا يزال في مؤخرة القائمة من حيث استثمار هذه الموارد. السياسة الاقتصادية لها جناحان، جناح مالي وجناح نقدي. الحقيقة التكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية ضعيف، يعني عندما نفرض ضرائب أو نفرض جمارك على سلع لا تنتج محليا، ما هو الهدف من فرض مثل هذه
السياسة المالية، هل نحاول تشجيع الاستثمار في العراق لننتج هذه السلع؟ مهما كان هذا الاستثمار لن يستطيع أن ينافس مثلا الصين أو إيران أو تركيا في بعض السلع، فعلينا أن يعني نحدد الميزة التنافسية للاقتصاد العراقي وتدعم، يعني لا بس أن نفرض ضمارق وضرائب على السلع التي يمكن أن تنتج محليا من أجل أن تتحرك بوصلة الاستثمار باتجاه مثل هذه المواضيع. للأسف الاقتصاد العراقي كان اقتصاد حربي منذ سنة 1980، والمليارات ذهبت إلى الاحتراق بالصناعة الحربية أو بالحروب التي أدت إلى هجر. ولكن بالوقت الحاضر وحضرتك تشير لموضوع الجمارك، الكثير من الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم بين العراق ودول الجوار، الأردن، سوريا، مصر، ربما كانت الكفة تميل إلى فائدة الدول الأخرى من ضمنها الجمارك والاستيراد والتصدير. ما الذي لدى العراق أن يصدره وهناك تخفيض جمركي عدل ما يستورده فإنه معفي من الجمارك؟ طبعا يعني سياسة جمركية لا تفكر في الظرف الحالي وإنما تفكر في جذب الاستثمار. يعني انفتاح على دول المنطقة والتكامل الاقتصادي مع دول المنطقة يعني باتجاه الشرق وباتجاه الغرب سيساهم في إعادة يعني العراق إلى الواجهة الاقتصادية. العراق موقع تجاري متميز، فمن مجرد أن يعني يلعب هذا الدور في عبور السلع من قارة أفريقيا من خلال المملكة العربية السعودية إلى قارة آسيا، طبعا من خلال الربط بطريق الحرير، ومن الاتحاد الأوروبي إلى قارة آسيا من خلال أيضا الربط في العراق وتركيا، بمعنى أننا نستطيع أن نلعب دور في عملية التجارة العالمية. وبوصلة التجارة العالمية الآن تخدم العراق بسبب جائحة كورونا. الآن خريطة الاستثمار العالمية بدأت تتغير، يعني حاليا مثلا الاستثمارات الأوروبية تنسحب من روسيا والدول التي تميل إلى روسيا. أين ستذهب هذه الاستثمارات؟ بالتأكيد هم الآن يبحثون عن الغاز ويبحثون عن البتروكيماويات ويبحثون عن الأمن الغذائي باتجاه دول الخليج. فعمليا العراق إذا نجح في التفكير من خارج الموازنة، يعني لا نفكر فقط في إيرادات وزارة المالية لدعم الإنتاج المحلي وأن تزج الوزارات في عملية التصنيع وعملية الإنتاج وعملية الرقابة، يفترض أن يكون لدينا دعم للقطاع الخاص، ودعم القطاع الخاص هو بالاعتماد على رجال أعمال لهم عقلية للتعامل مع المجتمع الدولي. يعني لا نبني قطاع خاص فقط لأغراض الخدمات وإنما لأغراض الإنتاج، شراكات عالمية. يعني الموقع السياحي للعراق غير مستثمر، الموقع التجاري غير مستثمر، كما يعني يدور في ذهننا الموقع الصناعي بما نمتلك من مواد أولية غير مستثمر. فالحكومات المتعاقبة الحقيقة يعني تحاول طرح شعارات أهداف، والكل متفقين على موضوع ضرورة الإصلاح، ضرورة التكامل، ضرورة، لكن لم نشهد برنامج رقمي يلزم الحكومة التي يصوت عليها البرلمان بتنفيذ الخطط من واقع جدول زمني. يعني عندما أعطيك وزارة التجارة يفترض أن تعطيني موارد مقابل وزارة التجارة باعتبار أنني جيرت الموقع الجغرافي لصالح وزارة معينة. عندما أعطيك قطاع النقل يفترض أن تعطيني رقم مقابل قطاع النقل، سواء النقل البحري، النقل النهري، حتى النقل الجوي. قيمة أداء الحكومة، حكومة تصريف الأعمال الحالية، ليس لديها مسطرة تقيس عليها، بالتالي قص الشريط يعتبر إنجاز، ولم تكن هنالك بعض الأسس التي تستند إليها اللجان البرلمانية. سيادة النائب، يتفضل الدكتور صفوان قصي بأنه عدم الموثوقية والاعتمادية من قبل حكومة تصريف الأعمال على التجار وأعطاهم المجال الأوسع. الحكومة ما تشوف أنه لحد الآن هي تعتبر نفسها أنها أفهم الموجودين، بالتالي هنالك سياسة إذا بالحزام والطريق تطبق أو بالمشروع اليوم الذي يشغل الشارع العراقي ويشغل الأروقة السياسية، مشروع الأنابيب. وفعلا أثني على كلام الدكتور صفوان، الاقتصاد اليوم يقاس بناتج محلي إجمالي كرقم واحد بالمؤشرات الاقتصادية، ما يقاس بخزينة الدولة، ما يقاس نوع إيش قد موازنتها وإيش قد خزينتها. خزينتك تريليون وناتج محلي إجمالي مالتك 100 مليار، ما لا خير باقتصادك، فتصنف من الدول المتدنية.
اليوم التنافس بين دول العالم هو على الناتج المحلي الإجمالي اللي هو يأتي من حركة الخدمات والسلع والنشاط الاقتصادي اللي يصير عن طريق القطاع العام وعن طريق القطاع الخاص بالأكثر. فدعم القطاع الخاص هو الأساسي وهو المهم وهو اللي يعني حتى أعطيك مثال يعني بأمريكا مثلا راديو يحسبون إنتاج الطاقة الكهربائية ما يحسبون إنتاج الطاقة الحكومية يعني يحسبون إنتاج الطاقة الشركات الخاصة والأهلية والشركات والوحدات المنفصلة تنحسب. إحنا يوم دايب نحسب إنتاج حتى بحساباتنا نحسب إنتاج الطاقة الحكومي. فإحنا عقليتنا كلها عقلية ريعية حكومية هذا اللي جاي نحسب يعني حتى المواطن ما يريد حتى المواطن هو مطالبه هي مطالب حكومية يعني ما يطالب بالخروج من هذا الأطول بسبب أكو فد ظروف معينة حكمتنا يعني ما له مواطن نقول هي حكمتنا وحكمة المنظومة العامة ورسخت عندنا الفكر المركزي الحكومي. فأكيد إحنا ونبحث إحنا عن قطاع واحد من الأمور المهمة اللي نعتقدها إذا ممكن طلعنا من الصندوق هو مثلا قانون مجلس الأعمار اللي قرأ قراءة أولى لكن بعدها لم يقرأ قراءة ثانية ولم يصوت عليه اللي يتكون مجلس إدارته من 10-5 رجال أعمال وخمسة الصواب مدراء عامين يعني درجة مدير عام للحكومة ورئيس مجلس إدارة. هذا ينطي صلاحية وقوة كبيرة لمجلس الإعمار فوق أمانة بغداد وفوق وزارة المالية وفوق وزارة النفط إلى وضع سياسة ثابتة على الحكومات المتعاقبة وصلاحيته 500 مليار استثمارات يعني نص تريليون تصل وهذا مهم ممكن انه ينطي يشهد النور هذا القانون. والله اسعى انا وبعض النواب نسعى شخصيا لاقراره وموجود على يعني الدستور يعني ومقرب الدستور يعني ويعيد ان فتره مجلس الاعمار اللي صار عندنا بالخمسينات اللي هو مشاريع صارت على طريق مجلس الاعمار وهذا مجلس الاعمار يكون ضروري ياخذ من ايرادات النفط قليلا وله هو فكرته استثماري ومقاوله يعني ومو بس فكره مقاوله فكره استثماري يعني شلون اجازه الاستثمار لما حكومه تصريف اعمال و تلتفت إلى مشاريع مد الأنبوب وغيرها هذا الموضوع في أي خانة تخلي سيادة النائب هذا موضوع سياسي ما بيجدوا اقتصادي. أنا استغرب على بعض الاقتصاديين اللي يحاولون يشرعون ويبررون موضوع الأنبوب العقبة وتنويع مصادر هو الحكومة ما هي الحكومة ما معترفة أنه هو بتنويع مصادر والدليل وزير النفط يوم ما نسب الاستضافة قال أنا ضغط عليه ورئيس وزراء وزعل عليه ما مررت ما وقعت يعني مش بالزعل إحنا القصد مش بالضغط لا القصد هو الجهة المختصة وزارة النفط نعم إذا هي وزارة النفط هي أساس الفكرة ممكن إحنا نحترم التخصصات إذا هي أساس الفكرة لكن لما الفكرة مفروضة عليهم رئيس وزراء رئيس وزراء شنو اقتصادي مثلا أكو واحد يقول لي رئيس وزراء عنده رأي اقتصادي فيها زعل على وزير المالية وزير المالية ما يتحمل زعل رئيس الحكومة لا زعل على وزير النفط ورئيس وزراء زعل على رئيس وزراء ثلاثة أيام يقول زعل عليه لأن ما مررنا وقعنا العقد ب 28 مليار دولار يقول والله أنا طيت حكاية للملك الأردني إذا هي إذا أساس القصة هي مو جدوى اقتصادية مو فكرة اقتصادية طرحت نفسها وفرضت نفسها وأنا ممكن أبحث النقاش فيها أدعم أو ما أدعم هي فكرة سياسية دولية ضغط سياسي أكو اتفاقات كذا مررة فيحاولون يسوقون يقولون مبررات اقتصادية ولا هو ما يعني إحنا ما مستعجلين عليه حتى لو كان ضرورة تنويع مصادر التصدير إحنا ما مستعجلين عليه ضد الحكومة تصريف أعمال يعني اكتشفنا النفط بالعراق صار لنا 100 سنة صار لنا 90 سنة وأجوبة وزير المالية حول ارتفاع سعر الصرف وغيرها من هذه المبررات وزعل رئيس الوزراء يعني كانت مقنعة بالنسبة للنواب لما استمرت الجلسة 5 ساعات والمداخلات فيها لربما أكثر من لا الجلسة. ما كانت مقنعة ولكن كأنه امتصوا الزخم يعني كأنه كل واحد فرغ الشحنات اللي عنده خلاص داوته ومن شيء بس ما صارت إجراءات حقيقية اليوم قانون الأمن الغذائي قانون يعني هو يعني بي ايجابيات وبي سلبيات احنا لا نترك هيك على رسله سلبيات لا تدخل بي وتحاول تعدل وتضيف لا ممكن يصير ايجابيات يعني واحده من الافكار اللي اليوم نجحنا ويعني حتى الامانه التاريخيه انه يعني حتى حسن الكعبي ايضا كان داعم له دعم صندوق اللي هو المبادرات اللي تابع للرعايه الاجتماعيه تريليون دينار انفاض اسعار النفط يعني هذا شنو راح يسوي راح ينطي قروض 15 مليون دينار مشمول بشبكة الرعاية الاجتماعية للمقدمين بآخر 3 سنوات راح يشملهم كلهم طبعا مقابل يحجب اسمه من الشبكة فأنت راح تساهم في حجب اسمه مثلا طيب. حوالي 70,000 كل هذه الوفرة بمشاريع جزئية غير استراتيجية ما تشتم بيها ريحة فساد إداري مالي بالتالي أنه هذه راح لا داخل ما أقدر أبوه من برا لي برا ما أقدر أبوه بفساد إداري ولكن باستغلال سياسي كبير يعني لدعم شرائح معينة بي يعني خصوصا أنه اليوم يعني صارت بي مثلا إرضالي شريحة الفلاحين في إقليم كردستان اللي هو ماكو حكومة انطتهم باعتبار احنا وكردستان الفساد شلون راح يكون شكله العدد لا هو هذا قرار سياسي لا هو اذا صار
الأصوات تصويت مجلس النواب. نعم. الأصوات تصويت مجلس النواب 200 نائب صوتوا، 190 نائب صوتوا. وصار قانون. يعني أنا شلون أقدر أقول فساد؟ إذا هو قانون، أنا أقول شرعنا لقرار سياسي بلا عدالة، بظلم لهن بالوسط والجنوب. اليوم الوسط والجنوب، أعطيك مثال، السماوة 52% نسبة الفقر والديوانية 49، ما موجودة بالقانون الأمن الغذائي ولا لها ذكر أصلاً. نحاول نسعى لأنه دعمها، لكن بالمقابل أكو دعم لشريحة مثلاً الفلاحين، يعني تقريباً نقول متكدسين بالشمال، الشمال الغربي. يعني هو أكو مثلاً محاولة لدعم صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، لكن ما موجود شيء للمناطق المنتجة للنفط. إحنا ضغط ما كذا سوينا 1 تريليون بتر دولار إضافي، وسوينا في الشيء السماوة والديوانية، دخولنا على الخط تعاطف الإخوان باللجنة المالية، يعني ما يخص حقهم. يعني لو سووا زخم كبير ممكن نوجهها باتجاه الصحيح. طيب، راح نكون نجد انفسنا امام برلمانين، برلمان سابق وبرلمان حالي، والمشكله متوزعه على الدورتين البرلمانيه. دكتور صفوان، من يتحمل المسؤوليه في هذا الموضوع؟ نظل انه احنا في امزجه سياسيه مره، وزعل حكومي مره اخرى، وبالتالي هذه الملفات تدار، والمواطن أصبح فرق بين فلاح كردستان وابن البصرة الذي يعوم على النفط ولا يستلم موضوع البترودولار، لربما من المستحيل أن يصل إلى المواطن البصري. طبعا الحقيقة المرجعية أشارت بوضوح إلى ضرورة تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية. نعم. يعني برلمان سابق برلمان حالي، علينا أن نتفق على مبدأ العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية في تقاسم الثروات، في امتصاص حاجات العراقيين على مستوى القرى، على مستوى النواحي، على مستوى المحافظات. حاليا مثلا يعني شهدنا بالفترة الأخيرة إنشاء صندوق تمكين لمحافظة ذي قار. فلا بأس أن تتكرر هذه التجربة مع محافظات أخرى، يعني خاصة التي تعاني من الحرمان في فترات سابقة، إنشاء بنية تحتية لسكان هذه المحافظات. هذه المحافظات الحقيقة يعني كانت صامتة في الفترات السابقة على الرغم من الحرمان والمحرومية، فلا بأس أن تكون لدينا خطة استراتيجية واضحة لكي نمكن هذه المحافظات. هذه المحافظات أيضا تمتلك الثروات لكنها معطلة، فالعائد على الاستثمار مع العدالة الاجتماعية هو الذي يؤدي إلى تقاسم، يعني تحديد مسار للتنمية. إقليم كردستان هو جزء من العراق، والسلة الغذائية التي يمكن أن تنتج في إقليم كردستان كانت أحد الإيرادات غير النفطية، لأن الأمن الغذائي في دول الخليج يعتمد على إنتاج إقليم كردستان. والممر الذي يمكن أن يعمل به هذا الإقليم لصالح تغذية دول الخليج سيساهم في تخفيض معاناة العراقيين بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. للأسف أيضا يعني إدارة الإقليم بالسنوات السابقة اتجهت فقط إلى النفط وتصنيع النفط وتصديره، وتغاضت عن الثروة الحقيقية اللي هي الثروة الزراعية والصناعات الغذائية. يعني البادية في السماوة أو في الأنبار من الممكن أن تساهم أيضا في عملية يعني إضافة دخل غير نفطي إلى الأراضي العراقية. فعلينا أن نضع خريطة للطاقة غير المستغلة، وأن نخلق حالة من التكامل الاقتصادي بين المحافظات وبين العراق والمنظومة الإقليمية. هذه الخريطة عندما تكون كمية وتعرض أمام البرلمان وتحول إلى قوانين، ستساهم في الاستقرار، في عدم خلق حالة من التنافس السياسي لإرضاء جمهور X على حساب Y. نعم، هناك الآن يعني قسم من البرلمانيين يتصرفون على أنهم يمثلون مناطق ولا يمثل العراق، فيحاول أن يقتني أكبر ما يمكن لإرضاء جمهوره. ما هو الحل؟ الحل هو ننطلق من موضوع العدالة الاجتماعية، مبادئ العدالة الاجتماعية والاستثمار في القرى، في الأرياف، في النواحي، يعني إزالة حالة الحرمان. حاليا أهالي النواحي والقرى والأرياف غادروا الزراعة واتجهوا إلى مركز المدينة بحثا عن العمل، وقسم منهم تعينوا في وظائف حكومية غير منتجة. فعمليا أيضا مطالب البرلمان الحالي بإعادة هيكلة الوزارات الاتحادية. ما هي الطاقة الفائضة في هذه الوزارات؟ تنقل إلى وزارة بحاجة إلى موارد بشرية أخرى، أو توجه لدعم القطاع الخاص. يعني موظفين الحكومة الفائضين عن الحاجة يكون يستمر تستمر وزارة المالية بإعطاهم رواتب،
لكن للعمل في القطاع الخاص موظفين مدفوعين الأجر يعملون في القطاع الخاص النظامي. خمس سنوات يعني. النظامي، وبهذا نستطيع تحريك عجلة القطاع الخاص. دكتور إجازة الخمس سنوات بيها فكرة من هذا اللي نعم. أنه نعم. يسمحوا له يروح القطاع الخاص، لكن للأسف مؤخرا وزارة النفط دزت كتاب للشركات النفطية الأجنبية أنه أي واحد موظف من وزارة النفط لا تخلونه يشتغل وياك. طيب هذه الإشكالات وغيرها لربما يعني بعض المعالجات أو التشخيصات في تقرير الزميل اللي عادة الزميل نهى الشمري، حيث تجمع الكثير من الآراء السياسية كانت أو الشعبية أن الوضع المعيشي في العراق يسير نحو الأسوأ ولا أمل في انتعاش اقتصاد العراق مرة أخرى من خلال سيطرة المتنفذين على مقدرات الدولة وكل منافذها في ظل ما يشهد العراق من فقر وقفزة كبيرة في الأسعار بما لا ينسجم مع حجم الارتفاع في قيمة صرف الدولار. نشوف تقرير الزميلة مها الشمري ونكمل الجزء الأخير من جلستنا الرمضانية. إرباك اقتصادي يسود الأسواق العراقية منذ ما يقارب السنة أو أكثر بعد قرار رفع سعر صرف الدولار الأجنبي مقابل العملة المحلية لأسباب تتعلق بقلة السيولة المالية والمعالجة للواقع الاقتصادي بحسب ما صرح به البنك المركزي، إذ صار المواطن جسرا للعبور من خلاله إلى تحقيق أهداف إنعاش اقتصاد البلد وبالتالي إنهاكه اقتصاديا. إصدار القرار بكل جملة من الأسس اللي تم اعتمادها وبناء على ذلك تم إصدار القرار، وهو قلة السيولة النقدية لدى الحكومة العراقية لتغطية الرواتب ونفقات الرعاية الاجتماعية وبقية المصروفات، مما اضطر الحكومة العراقية إلى تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وهذه النسبة كانت بحدود 23%. واقع اقتصادي أجحف حق أبناء البلد اندثق من رحم فساد الطبقة السياسية، إذ يازو خبراء الأسباب إلى تخبط في تخطيط إدارة الدولة وعدم استثمارها للثروة النفطية والاقتصادية لصالح الشعب، إذ اضطرها إلى اللجوء للحلول الترقيعية للجذرية، والمواطن يدفع ثمن تلك الأخطاء. هذا الإجراء حقيقة إن كان تأثيره إيجابي في وقت معين قصير بدأ آثار السلبية على المواطن، لأنه في حالة رفع سعر صرف الدولار وكما متبع في العالم كله والتضخم النقدي على الحكومة اتخاذ خطوات لمعالجة الطبقات الهشة بزيادة الطبقة التموينية وانتظام تجهيز المواطنين. فبين مجلس النواب ووزارة المالية تموه الأسباب الحقيقية وراء خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، والأسواق العراقية تتعالى نيران أسعارها ولا أمل لعودة قيمة العملة المحلية إلى سابق عهدها إلى هذه اللحظة. قرارات جائرة يصفها المواطن العراقي أثقلت كاهل الطبقة الفقيرة، ومصادر نقلت حجم الاستحواذ على عائدات البلد الاقتصادية، والجهات المعنية تلوذ بالصمت وتتخذ دور المتفرج. نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأجد ترحاب بضيوف الأكارم السيد النائب مصطفى سند النائب المستقل حياك الله سيد مصطفى، وكذلك الدكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي حياكم الله ضيوف الكرام. سيادة النائب، نتحدث أو تحدثت حضرتك في الجزء الأول من الجلسة بأنه سعر صرف الدولار من غير الممكن أن يعود إلى سابق عهده وفق هذه الظروف والمعطيات. هنا أنا أيضا نتساءل كما أشرت أنه هذا الارتفاع جاء ب صفقة سياسية أو لعبة سياسية، هنا نسأل عن دور الفاعل الخارجي، أمريكا إلى أي حد تحكمت في هذا الموضوع؟ ممكن هو التدخل الأمريكي ما كان صورة مباشرة، يعني تعرفون اليوم سياسة الصندوق النقد الدولي هي سياسة لتكبيل الدول وربطها بالدولار وتعزيز يعني دور أنه ترتبط دائما العملات المحلية بالدولار، واللي صار هو كأنه تعزيز هذه العلاقة بين الدينار والدولار. سلمنا يا هم الامريكان نفسهم يعترفون بعلاقه الدولار بالذهب، جينا احنا اعترفنا بالدولار اللي هو ما عنده علاقه باي شيء، يعني فد شيء غريب. ووزير الماليه حتى بمداخلتي معه قلت له انت طحت بتناقض عجيب، انت اللي تلعن الدوله المركزيه وتلعن الدوله الريعيه وتلعن دائما دوله الموظفين وتحكي على فاتوره الموظفين، انت اللي سويته اخذت فلوس الفقراء وخليته عند وزاره الماليه حتى ترجع تمارس دورك كوزاره ماليه ريعيه تنطي فلوس مركزيه، هي اللي هذا سوته ولا وشنو صار وشنو الحرج صار على وزارة المالية؟
الحرج انه تنطي رواتب وكذا ما اعتراح سوت خلت من العالم. هذا اللي صار ترى كانه خلت من العالم، الدين غير مسترد من الناس من الفقراء، هو هذا اللي صار ترى. فالعملية اللي صارت هي عبارة عن عملية تناقض كبيرة فيما يطرحها وزير المالية، وهو تكريس لدور صندوق النقد الدولي، وهو علاقة كبيرة صندوق النقد يلعب لعبة كبيرة في تحديد ورسم السياسة النقدية العراقية، يحاول دائما يهيمن، يعني يحاول دائما يقال في يعني الدول يعني تأخذ النصيحة يستغل هذه الفرصة ويستثمرها. قبل أن نغبائي هم فكرنا بالاقتراض، يعني ما فكرنا فقط بالوفرة المالية، لا الاقتراض تقريبا اللغة الأمن الغذائي 10 تريليون اقتراض و25 يعني ايضا هم بالاقتراض، يعني لا هو الاقتراض اللغة جميع الحكومة هكذا، لكن احنا كبرلمان لغى الاقتراض، خلى بس الوفرة المالية لغاها الاقتراض يعني العلم. فهو ايضا على قولتك هو من اجى اصلا اجى بالاقتراض، وهنا هاي القضية، يعني رسم السياسة المالية تبقى امريكا هي متحكمة والعراق مجرد منفذ لهذه السياسة تقريبا. هو اللي جاي يصير هو يعني عرفيا انه جاي احنا نعزز دور امريكا في تحكم بالاقتصاد، احنا اليوم جاي يعني نعزز هذا الدور الامريكي، ولا ما جاي لان نوع تعاملنا مع الروس، ولا تعاملنا مع الصين، يوم عندنا علاقة تجارية مع الصين كبيرة جدا ومع الاتراك كبيرة جدا علاقة تجارية، ما جاي نجرى انه نفكر بحل بابداع فيما يخص خلاص من الهيمنة الدولار. يعني الاتراك عندهم مشكله مع الدولار واحنا عندنا مشكله مع الدولار، وبيناتنا تبادل تجاري، احنا والصين كذلك نبيع لهم نفط يمكن 14 مليار دولار، يبيعون لنا سلاح وحواليهم قريب على هذا الرقم، ممكن تصير في عمليات تبادل وتنميه واعمار بعيده عن الدولار، ولكن احنا جاي نكرس هذا الدور بسبب الخوف، طبعا اغلبيتهم يخافون. طيب دكتور صفوان، حسب رؤيتك الاستراتيجيه لموضوع ارتفاع سعر صرف الدولار على المدى البعيد، هل له انعكاسات سلبية على الأداء الحكومي من جهة وعلى المواطن من جهة أخرى؟ طبعا بالتأكيد، يعني حاليا هناك يعني ما لا يقل عن 8 مليون عراقي يتلقون رواتب بشكل مباشر من وزارة المالية، سواء كانوا موظفين حاليين أو بالتقاعد أو بالرعاية الاجتماعية. هذه الشريحة يعني القطاع الخاص النظامي يعتمد على دخل هذه الشريحة، عندما تم تخفيض قيمة الدخل الحقيقي لهؤلاء انعكس بالتأكيد على القطاع الخاص. نلاحظ أن مبيعات القطاع الخاص انخفضت مقابل زيادة الربح على مستوى الوحدة الواحدة من أجل تعويض النقص بقيمة الدينار. على المدى المتوسط والمدى البعيد، إذا رغبنا في دعم الدينار العراقي، علينا أن نفكر في بيع منتجات بالدينار العراقي. يعني كلما زاد الطلب على الدينار العراقي كلما ارتفعت قيمة هذا الدينار، فلا بأس أن يكون مثلا عمليات البيع للسلع العراقية إلى دول العالم من خلال الدينار العراقي، من أجل أن تجد وزارة المالية إيرادات دينارية وليست دولارية، لأنها تعتمد الآن على الإيرادات الدولارية من النفط وتحولها إلى الدينار. فلو استطعنا مثلا بيع الفوسفات بالدينار، بيع الكبريت بالدينار، السماح لمرور السلع عبر نافذة ميناء الفاو عن طريق الدينار العراقي، بذلك يمكن إعادة النظر في قيمة الدينار العراقي ودعمه تدريجيا. يعني لا أستطيع أن أعتقد أن البنك المركزي يوافق، يعني مجلس إدارة البنك المركزي لن يوافقون على تخفيض فوري لقيمة الدينار، لكن إذا ما استطاعت وزارة المالية أن تعتمد على نفسها بالإنفاق الديناري بعيدا عن بيع الدولار، تدريجيا من الممكن أن يكون هناك إعادة تقييم لقيمة الدينار. المؤسسات الحكومية الآن تنتج سلع بالدينار العراقي، يعني هذه الخدمات الحكومية لو استطعنا فعلا يعني تشغيل هذه الدوائر الحكومية، توسيع نشاطها، تنويع نشاطها، إعادة النظر في الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور، يعني على الأقل استرداد التكلفة. يعني حاليا مثلا الماء ينتج والجباية ضعيفة، الكهرباء ينتج والجباية ضعيفة، يعني إيرادات العراق من المياه صفر، مع العلم أننا نمتلك إيرادات المياه تعطى بدون ثمن إلى الزراعة وإلى الاستهلاك المنزلي أو بتكاليف رمزية. فلو استطعنا يعني امتصاص تكلفة إنتاج المياه من أجل أن يكون لدينا مياه صالحة للشرب. حالياً عائلة العراقية الكهرباء وغيرها ضمن الخصخصة، ولكن هذا الموضوع أيضا نجح بجزئيات وفشل بجزئيات أكبر. خلينا دكتور أنه نرجع إلى جلسة البرلمان، لما توصف حضرتك سيادة النائب بأنها
هي عبارة عن مسرحية وفصولها معدة مسبقا وحتى نتائجها متوقعة إن لم تكن مرسومة مسبقا. طيب البرلمان اليوم ما تعتبر أنه هذه المواضيع أصبحت هي إشغال للبرلمان، بالتالي اليوم البرلمان مطلوب منه اختيار رئيس جمهورية وتكليف رئيس وزراء، أين وصل الحراك في هذا الموضوع؟ يعني سؤالك بالتحديد هل يعني هل الوضع السياسي؟ هل الوضع السياسي حتى نختم حلقتنا بهذا اليوم نستثمر وجوده؟ يعني الوضع السياسي ماكو شيء جديد يطرح صراحة، الوضع السياسي اليوم ركود والكل يترقب أنه بعد رمضان ويعني مهلة الكتلة الصدرية باعتبار اليوم الكتلة الصدرية محرك أساسي في موضوع المشهد السياسي، وما أعتقد أنه اليوم أكو بوادر حل قريبة. نترك يعني ممكن الزمن، ممكن ضغط الناس، يوم الناس متضرر، ماكو موازنة، ماكو بعض الأمور، راح يصير ضغط على الكتل السياسية، بالتالي الكتل السياسية تبدي تفقد صبرها وتصير تنازلات. اليوم ماكو تنازلات، اليوم الروس يابس، أنا أقول لك إياها يعني كل الأطراف. نصر حد اليوم هو في احتفالية تأسيس منظمة بدر، لسان أمينها العام يقول انسداد سياسي يجب المعالجة والتقريب بين الأخوة، رئيس الوزراء يحذر من الانسداد السياسي، رئيس البرلمان ينيه إلى هذا الانسداد وعدم جدوى، رئيس الجمهورية أيضا يتكلم في هذا الاتجاه. طيب يعني الشعب هو مسوي الانسداد؟ لا، هو يعني قادة الخط الأول بمعنى الكلمة، يعني ما يعني اللي يتكلموا اللي موجودين يعني مو أعتقد هم بيتهم بوادر حل. يعني يا هسه أي واحد ذكرت أنت إذا تنازل تنحل المشكلة، ما تنحل المشكلة، تعرف أنت اليوم وين المشكلة عالقة، يعني المشكلة عالقة بين التيار الصدري بين تقريبا دولة القانون، هاي أساس المشكلة. طيب ننتظر المدة يعني في شي حالة؟ احنا ايضا نرجع للمشاهدين الاحبة، ووصلتني نتائج الاستطلاع من الزميل المخرج لما سألناكم مشاهدين عن هل تعتقد ارتفاع الدولار مقابل الدينار منهج من مناهج سياسة التجويع المفروضة على العراقيين. كانت الاجابة بنعم نسبتها 77%، كلا 13%، والمتحفظون على الاجابة كانت نسبتهم 10%. الشكر الجزيل لحضرتك سيادة النائب الاستاذ مصطفى سند، اثريت الحوار في هذا المجال، شكرا جزيلا لحضورك معنا في الجلسة الرمضانية وحصاد الايام، والشكر كثير لحضرتك الدكتور صفوان حصي الخبير المالي والاقتصادي. شكرا موصول لكم مشاهدي الاحبة على حسن المتابعة، في الغد يتجدد اللقاء باذن الله تعالى، في امان الله.